منورانا الكوتش ريهام غزالة، هتعلمنا ازاي نقدر نعمل تمارين في البيت، وازاي كده لو في حد عايز يخس، لو في حد عايز يزود شوية ماسلز، هتقول لنا ريهام ايه اللي نقدر نعمله بالظبط ويكون امن علينا في البيت. اهلا وسهلا بيك يا ريهام، اهلا منورانا. بحضرتك. اهلا بيك يا ريهام، اهلا منورانا. بحضرتك. وانا عايزه اعمل العضله دي عضلة الباي. تمام. عشان لما اجي العب ريست ايوه مع جوزي تكسبي. اغلبه اهم حاجه انك مبدئيا تكسبي. كده. تمام، 100 100. طب خلينا الاول كده نعرف ايه هي رياضه الايروبكس. في ناس كتير قوي لغايه دلوقتي ما تعرفش رياضه الايروبكس دي عباره عن تمارين بتزود اللياقه البدنيه، بتلعب شويه على نسبه من العضل، تعمل زي تقويه شويه للعضل بعيد عن الحديد تماما. فري دوت. ده بيكون زي برضو ممكن نستخدمه تسخين، تسخين للعضله قبل ما بنخش نشتغل باوزان. تمام. وبرضو بيكون ليها نسبه كبيره جدا في التخسيس، يعني هي بتساعد على التخسيس بسرعه جدا، وفي نفس الوقت اللياقه البدنيه عاليه. طيب هو الايروبيك هو السويدي اللي زمان كانوا بيقولوا عليه سويدي، ولا دي حاجه تانية؟ ايوه هو. يعني الناس الاكبر سنا شويه بيقولوا عليها هو، مع سويدي. اختلاف الوقت كل حاجه بيتغير اسمها. ايوه يعني احنا في الطبيعي كل شويه بتلاقي حاجه بتتغير، هما بيجددوا اسماء بس. طب اتعلمتيها بقى من امتى؟ ده وانا عندي 8 سنين كنت بلعب العاب قوه، كنت احبها جدا. كنت بحب شويه الالعاب اللي فيها عنف. فبعد كده خلاص بقى، يعني لما كبرت دي. شويه فقلت بلاش ده. ابتديت بقى انتبهت للجيم. كان صاحب بابايا كان هو المدرب بتاعي، فحببني جدا جدا في المجال ده. مع الوقت مليت طبعا شويه، فنزلت الجيم لعبت وكده، والحمد لله الدنيا بقت كويسه. هو اول حاجه شافني قال لي ينفع، قال لي انا شايف فيكي حد كويس جدا وهتكوني مدربه حلوه جدا، بس ينفع مدربه تكون كده مليانه شويه؟ فقلت له لا. فقال لي هنخش التحدي، قلت له انا معاك. في خلال شهرين كنت واحده تانية، كنت واحده تانية من 90 كيلو ل 68 كيلو. ده احنا عايزين النظام ده حضرتك. لا، ما انا كنت بقى هقول لك ايه اللي حصل. انا منعت كل حاجه، منعت نشويات وسكريات، منعت كل حاجه، اللي هي الحاجات اصلا الضاره للجسم. لا، يعني ما انا منعتها خالص، كنت عايشه على الكابوتشا. يعني كانت لا، ما هو الكابوتشا ده كده بالنسبه لي برضو مش صحي. وده مش صحي. ما انا بكلمك في ايه، بالفعل بالفعل انا تعبت. تعبت جدا، معدتي تعبتني وصحتي ما كانتش حلوه. علشان جسمك طبعا محتاج سكريات ومحتاج نشويات مفيده وبروتين، فانا أكيد. طبعا بطلت كل ده. فصحيا وشكل بشره ما كانش احسن حاجه. فمع الوقت بقى طبعا ابتديت افهم ده، ابتديت اخش بقى في المجال اكتر، ابتديت اخد كورسات، الدنيا بقى تتفتح معايا. فطبعا بقيت النظره عن الاول، انا كنت بلعب رياضه ومبطله اكل، فما كانش احسن حاجه. طب احنا عايزين نساعد الستات الحلوين اللي قاعدين في البيوت دول، اللي مش عارفين ينزلوا الجيم ولا عارفين يروحوا ولا ييجوا من العيال وزحمه الحياه، ان هم يتعلموا الايروبكس ويعملوها في البيت. تمام. الموضوع سهل جدا، يعني انا ممكن افتح اي مقطع اتفرج عليه، بس طبعا لازم مع الايروبكس لازم في نظام غذائي. لا، انت هتورينا عملي. ماشي، ما عنديش مشكله، هوريكي عملي. ما عنديش مشكله، بس لازم نظبط الوجبات الغذائيه، اصل انا مش هخس طول ما انا باكل. خلينا نشوف حاجه. تمام. ونتكلم عن الايروبكس الاول. تمام. وبعد كده لازم طبعا اي رياضه احنا بنعملها لازم يكون جنبيها نظام غذائي. اينما كان غذائي. الرياضه هي الرياضه جميله، الرياضه بتغير الروح طبعا. أيوة. بتخليكي من شخص لشخص تاني خالص. عندك ثقه في نفسك، نفسك كويس، اللياقه البدنيه معاكي كويسه. بتتحركي براحتك، شكلك حلو، حاسه ان انت بتعملي حاجه لنفسك. ما هي مش فكرة كل الرياضة حاجه دي عندنا. اصل في ناس بتيجي الجيم او عامه انا عايزه اخس. لازم تفهمي انت داخله على ايه. لا، انا عندي مشكله في بطني، انا عايزه انزل بطني بس يا كوتش، ومش عايزه حاجه تاني. أيوة. انا عندي شويه اماكن كده عايزه انزلهم. طب ازاي؟ تقصدي لايف ستايل يعني؟ لا، اصل ده ما ينفعش، حياتك تبقى جزء، لازم يبقى ده طبيعي تجزأ معاكي. رياضة. مفيش حاجه اسمها انا داخله في شهر لا انا جايبه صوره انا عايزه اكون الشخصيه دي. طب ازاي؟ ايوه، لا لازم اظبط شكليا جسمك. بس كده عايزه، لا، ولازم اظبط شكليا نفسيتك بس. قبل ما اظبط جسمي بالظبط اعرف الحياه الشخصيه بتاعتك ماشيه ازاي، انت حياتك ماشيه ازاي، ظروفك الصحيه الماديه، ده وده هم لو خلاص بقى الدنيا تمام فيهم انا هقدر اعرف اشتغل على ايه. البرنامج بتاعي ابتدي اظبطه. عندك مشاكل في ركبتك، عندك مشاكل في ظهرك، في مشاكل في الغدد، أنا هشتغل ازاي من غير ما اعرف التفاصيل جوه؟ الرياضه بتخلي الواحد لو عنده مشاكل في حياته بينسى كل ده، بينسى كل ده، وبيبتدي حياه وبيخرج جديده، الطاقه السلبيه كلها اللي جواه بمجرد ما يعمل التمرين. بالفعل. طب لو واحده عايزه تبدا وتعمل، تبدا بحركات بسيطه في الاول، تعمل ايه بقى؟ ماشي. ورينا كده. ورينا يا ريهام، اتفضلي.
هتاخدي الدمبلز معاكي؟ لا مش محتاجاها في الاول. ماشي. تمام. يعني انا هقف كده تمام؟ مكاني حركه بسيطه. لازم اسخن كويس جدا قبل اي خطوه انا بعملها. يعني قبل اي رياضه لازم اسخن جسمنا الاول. لازم جدا. هبتدي بحاجه بسيطه، بعد كده ببتدي اسرع. طب بناخد وقت قد ايه قبل ما نسرع؟ يعني كملي وانت ممكن يعني في حدود ربع ساعه 20 دقيقه لو انا كنت سخنت على قد ما اقدر الجسم كله. مش لازم تبص لنا وانت بتتكلمي، احنا سامعينك عشان ما تتعبيش. تمام. بعد كده فوق هاخد جام. ربع ساعه يا ريهام توتال التسخين ولا ربع ساعه بس الخطوات الهاديه؟ لا توتال كله من ربع ساعه ل 20 دقيقه. تمام. انا خلصت كده، يعني انا اخدت الجامبات، اعمل بقى ستريتش في الرجل. ايوه الرجل الثانيه. طبعا انا بختصر، هو المفروض ان انا باخد من 10 من يعني 10 عدات لكل جزء في الجسم، والاحسن يكونوا 30. تمام. اخد ايدي 6 7 8 9 كده. ده ستريتش. ايوه اعمل ستريتشات. انا كده المفروض ان انا سخنت، انا بختصر. بس المفروض ان انا باخد وقت اكتر من ده، يعني نعد زي 30 ثانيه. ايوه اتنين لنص دقيقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا كل دراع هسحب فوق. الاسترتشات فايدتها ايه؟ لانه ما يحصلش 4 عشان ما يحصلش اي اصابه. 1 2 3 4 5 6 7 8 جنب الثاني. لو بدأنا الحركة على طول هيحصل اصابات. 2 3 طبعا 2 3 4 5 6 7 8. تمام. هاخد ايدي ورا وهشد، هنزل واحدة واحدة عشان اشتغل على ظهري، جزء العلوي من ظهري. 1 2 3 4 5 6 7 8. هطلع واحدة واحدة. هنزل شد جسمي. الطلوع بيبقى واحدة واحدة مش مرة واحدة. مفيش حاجة بسرعة، عضلات الظهر ما تقفش. لازم اخد وقت وقت ان وانا بتحرك. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنزل تحت شوية، هبتدي اخد معايا الجزء بتاع القطنيه اللي هو اخر مرحله في ظهري. وهنا ركبنا مفروده 4 طبعا. وايدينا تلمس مش وعلى قد ما اقدر احاول انزل تحت عشان ابتدي اجيب الجزء السفلي بتاع ظهري اللي فيه القطنيه. بس طبعا بالتدريج للمبتدئين. تمام طبعا. هبتدي افتح رجلي اوسع اكتر واخد جانبي عشان اخد معايا بستهدف الضمه. وطبعا الوسط الجناب. تمام. 4 5 6 7 8 الجنب الثاني. 8 عدات. 2 3 انا بختصر. 2 3 انما احنا نعمل كام؟ 5 6 30 6 7 8. هنزل تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. هطلع واحده واحده. تمام. كل دي مراحل التسخين يا بنات. ايوه طبعا. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده انا تمام. سخنت جسمي. ممكن بقى ابتدي هاخد جسمي من فوق، يعني هبتدي من اول جزء العلوي. ابتدي 2 3 4 5 6. ايه فايدة التمرين ده يا ريهام؟ 8. انا هنا كده بعمل رفرفة امامية. بشتغل على الجزء العلوي من جسمي، على الكتف. 2 3 برضو اللي عندها مثلا ظهرها مثلا في دهون او حاجة. ظهري بقى لو في دهون، انا دوت من احسن التمارين اللي اشتغلها على الظهر، وباخد بستهدف مع بقية جسمي. التمرين ده ورا بضم. بقفل العضله كلها على بعض. لان معظم السيدات المشكله عندها كلها في ظهرها. يكون في الجزء الخلفي بيبقى فيه تانية في نفس الوقت، بيكون الجزء هنا دوت بيكون فيه حاجه كده دهنيه شويه. فببتدي اشتغل دوران. طبعا ايدي في نفس مستوى كتفي وشغاله حاسه بالتمرين. انا لو مش حاسه بالتمرين فالتمرين ملهاش اي لازمه. قد ايه بقى يا ريهام؟ تمام. 30 عده ده اقل حاجه. اللي انا اشتغل 30 عده، لان انا مش بشتغل بحديد. تمام كده. ده بقى ممكن ينزل الدراعات وممكن كمان يشد منطقه طبعاً الشست. طبعا طبعا ده اكيد. دلوقتي انا مثلا اشتغلت على الجزء على ظهري، انا عايزه بقى اشتغل فوق. تمام. هفتح وهطلع. 1 فوق 2. لازم لما اخد عضله اخد العضله البديله بتاعتها. 3 فوق. اهم حاجه احس بالعضله ان هي اشتغلت. 5 طول ما انا حاسه بيها انا تمام. مش حاسه بيها يبقى انا بعملش اي حاجه. معلش، هي ايه العضله والعضله البديله دي؟ معلش يا ريهام. 8. انا اشتغلت دلوقتي خلفي، انا بشتغل دلوقتي على البنج امامي. لا يعني انا بشتغل ليها. الناس العاديه ما تبقاش عارفه ايه العضله وايه العضله البديله. انا دلوقتي انا بشتغل على الظهر. انا من شويه اشتغلت على الجزء ده. التمرين اللي عامله بيبقى فيه دهون زياده.
فانا اشتغلتها، فانا ببتدي انا زي ما بشتغل بعلي ايه، بعلي معايا نسبه الحرق. تمام. يعني التمرين الايروبيك اهم حاجه فيه اللي هو انا الحركه بتاعتي سريعه، اللي انا ببقى بتمرن وفي نفس الوقت شاده جسمي حاسه بالتمرينه. تمام. خلصت كده مثلا الجزء العلوي هاخد دوران، ده بياخد معايا كل الجزء ده بظهري بإدراعاتي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصنا، ممكن بقى ابتدي اخد الجزء، اخد ايدي مع رجلي عشان استهدف البطن والرجل والايد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده من ضمن التمارين الحلوه جدا اللي بتشغل كذا من كذا جزء في الجسم، وحلو للوسط. طبعًا. الستات اللي عايزه تعمل وسط طبعا قولي اعمل ايه، وعايزه بقى لو انا واقفه ومش قادره انزل اعمل تمارين بطن. عايزين نصغر الوسط كده ونخليه زي وسط. على فكره ده من احسن تمارين، لان انا باخد الجزء ده كله. وهنا تمام الوسط برضو للجناب، انا ورا اهو، 1 2 3 4 5، انا مستهدفه ظهري وايدي ورجلي وجنابي. ده تمرين شامل كامل. 7 ايوه 8 9، هي دي تمارين الايروبيك اللي انت بتحاولي تستهدفي كذا عضله في الجسم، كذا جزء، مش بتشتغلي على حاجه واحده. اوكي. جنب التاني. وحلو كمان التمرين ده ان الواحد مش مضطر ينام على الارض. 5 ما انا هقول لك دلوقتي تمارين بطن تقدري تشتغليها وانت قاعده. مش لازم تنامي على الارض. حلو ده. تمام. هرجع هاخد مره، 1 2 1. الناس اللي عندها مشاكل في ركبتها تعمل ايه في التمرين ده؟ 4 هوريكي حالا. الناس اللي معاها مشكله، انا ما بتنيش، انا برفع رجلي جانبي وبعد كده برفعها امامي. جانبي وبعد كده امامي. تمام. مش معنى ان انا عندي خشونه فاللي هو انا مش هتني رجلي خالص. لا، انا عايزه يكون عندي ليونه. فانا هبتدي اللي هو لو هتني حاجه بسيطه هسخن الاول المفصل بتاعي كويس، اللي هو يبقى فيه ليونه بسيطه جدا. ده لاصحاب الخشونه. ده لو حد عنده خشونه وعايز بقى يبتدي يتعالج، ما انا لازم اتعافى، لازم اخرج من المرحله دي. ايوه. فاخرج منها ازاي؟ هبتدي بليونه بسيطه. تمام. بعد كده هشتغل بقى عليها كده نص ثانيه. انا مش بتني زي ما الطبيعي بتاعي، انا في الطبيعي بتاعي انا بتني كده. عملت ايه؟ انقباض للعضله جامد ونزلت. لا، هي هتعمل كده. في نص تانية بعد ما سخنت العضلة كويس. ومش بعنف. ما نتحملش كل يعني حاجة بالراحة جدا. يعني. ومفيش وزن. أيوة. بالسنس كده. تمام. هشتغل على الرجل التانية، 1 2 3 4. كل ده أنا بستهدف الجسم كله. تمام. أنا مش شغالة على مكان واحد. هرجع، 1 2 3 4 5 6 وانت بتعدي العدد دي، في رايك ايه الالطف، ان الواحد يشتغل على اجهزه ولا ان الواحد يشتغل كده من غير اجهزه؟ انا كشخص انا بحب اللياقه البدنيه احسن. او ايه اللي بيجيب افكت اسرع؟ اصل انا مش هعيش طول حياتي في الجيم. تمام. طول ما انا يعني ما فيش حد معاه مثلا الظروف، الدنيا دلوقتي في البلد بقت صعبه جدا، فمش كل الناس بيكون قادره ان هي تنزل جيم. لا، طب انا ممكن اشتغل في البيت، تشتري بعض الاجهزه في البيت، يعني جهاز او جهاز. مش محتاج، انا ممكن اجيب دمبل واجيب ستيب. تمام. وبعد ما اجيب دمبل وستيب واجيب طرات. تمام. واشتغل بيهم، هيغنوني عن كل ده. برضو السلمه برضو بتبقى حلوه. طبعا هو الستيب هي السلمه. ولو مش عندي حاجه ممكن اجيب اي كورس صغير واشتغل عليه. بالظبط. تمام كده اهو، انا كده اشتغلنا مثلا شويه على الجسم، سخناه كويس. وممكن بدل الدمبلز مثلا نجيب ازايز ميه مثلا. ممكن، ما عنديش. لا، رمله مثلا او نملاها اي حاجه تقيله. لا، ميه ما عنديش. اجيب ازازتين ميه املاهم وابتدي اشغل بيهم، اللي هو انا هشتغل بيهم. بقول لك عايزه اعمل دي اهو. تمام. انا معايا الدمبل، ممكن اوريكي. اجيب الدمبل. ايوه. عاش عاش. معلش يا ريهام، كنا بنجرب عضلاتنا بس. ولا يهمك. عاش. كفايه بقى يا ريهام دراعات لحسن تعبت يا شيخ، انا شغلت على الجسم كله. يعني مثلا بالدمبل اعتبريها ازازه ميه. انا واقفه اهو، هبتدي الاول اسخن بيها حاجه بسيطه، ما بطلعش لفوق على طول. 1 2 3 4 5 تقريبا وزنها هيبقى قد ايه للمبتدئين يا ريهام؟ 8 نص كيلو الواحده. واحده نص كيلو، يعني ما اقدرش اشتغل باكتر من كده. وكمان انا اللي بيجي لي اول 3 ايام ما فيش حتى كمان النص كيلو. يعني اول 3 ايام دول كون مشايه، قرب تراك، ستايل، عجله، كريزي، كل الكلام ده. افك اي حاجه تقيله في التمرين بتاعتك. افك عضله جسمه الاول كويس، وبعد كده ابتدي ادخله في اللي بعده. حلو. تمام. انا كده بسخن
جسمي، بس بقى بالنص كيلو ان انا ببتدي اقول له انا في حاجه جديده جايه لك. خلصت، انا خدت الدراع وخدت الظهر، اخد بقى جانبي، رفرفه جانبي، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. هشتغل بقى بالاثنين، تمام؟ اقف كويس، اظبط ظهري، تمام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه، وهثبت. واحد اثنين، لازم يكون في قوه تحمل. اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. بتبتدي اريح. قوه التحمل دي في ناس ما بتقدرش تكمل العدات. انا لازم اظبط بقى العصب بتاع الجسم، ما انا لو هفضل اقول مش هقدر يبقى انا مش هوصل. مره هيقدروا يعني. مش هوصل، لو فضلت اقول انا تعبانه يبقى هفضل زي ما انا تعبانه. ده تلاقيك انت اللي بتعملي. هطلع فوق. انا بستأذن في خمس ثواني اخد نفسي. اثنين. احنا بنتكلم على انه يعني ممكن نكون احنا كمان بنأجل التمرينه شويه. اربعه. لا، لازم تاخدي الخطوه. لازم تتاخد كلها طبعا على بعض. اه. سته. عشان تعمل التأثير بتاعها على العضله وعلى الشيب. ثمانيه. هثبت فوق. اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. هنزل تحت. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. هشتغل امامي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. وطبعا الدمبل الصغيره دي ما بتطلعش عضلات اللي هي. لا خالص، مفيش بنت بيطلع لها عضل اصلا. مفيش بنت ينفع يطلع لها عضل. لازم بتاخد حاجات، بتاخد الدنيا بتكون بتفتح معاها خالص. انت فكرك العضله بتطلع بالسهل؟ لا طبعا. هنزل طبعا يا ريهام. اي ست بتتفرج علينا دلوقتي هتبدا تعمل الرياضه دي هتصحى تاني يوم جسمها هيبقى ايه؟ اول يوم جسمها هيوجعها جدا عادي. بس لو عملت بقى اللي انا بقول لك عليه اللي هو انا ابتديت بحاجات بسيطه جدا، دخلت اللي هو يا دوب سخنت جسمي، عملت شويه ليونه بس ده عادي. مش هيحصل اي حاجه. مش عايزينهم يقلقوا. بعد كام يوم ممكن بقى من التمارين دي جسمها يبدا يفك ويتعود عليها؟ بعد اول اسبوع. استحملي اسبوع. مفيش حاجه اسمها اول 3 ايام. معانا دلوقتي انا هنزل هشتغل على الجزء تحت بقى، ابتدي اشتغل سكوات عشان اشد رجلي. كام يوم يا ريهام؟ طيب اثنين. نعم. كام يوم في الاسبوع؟ هو افضل حاجه يوم ويوم، يعني 4 ايام ده اكتر حاجه. طب لو في البدايه 4 ايام يعني راحت اتمرنت وجسمها فشفش يوم يعني او يوم؟ لا، هي لازم طالما ما راحت تكمل التمرين، تنزل تاني يوم ما تعوضش. تاني يوم على طول. طبعا عشان جسمها يفك. تمام. هي تمارين السكوات دي بنات كتير جدا تسال عليها، انا بتظبط شكل الجسم. دلوقتي انا عندي خشونه، انا مش عارفه انزل. كابتن انا عندي خشونه ولما بنزل ركبتي بتوجعني جدا. نعمل ايه؟ فطبعا في بديل، انا هفتح رجلي هبتدي هنزل بوسطي. انا ما تنيتش ركبتي. مفيش حجه. تمام؟ فتحت اهو. ونفس الشد الخلفي. تمام اهو. فتحت. فيش اي مشكله على ركبتي. تمام. فانا اهو بعد كده هبتدي اخد حركه الاقي ان انا كنت بعمله. هقف عشان اشتغل بقى داخلي. هفتح بس فاتحه وهلم. انا بس استهدف جسمي كله فوق وتحت. دلوقتي برضو يا كابتن انا مش عارفه افتح واشتغل وانا فاتحه كده. فانت هتفتحي رجلك تمام وهتبتدي تزقي بجسمك ورا. وهترجعي لأقصى حاجة تقدري عليها وترجعي. تمام. بعد كده هبتدي بقى اخد ايه الأمامية من جسمي، هقفل رجلي خالص وهقف. جميل. دلوقتي برضو هناخد الزاوية اللي هو أنا عندي مشكلة. فأنا قافلة أهو بس زق جسمي كده. وبطلع. مفيش مشكلة خالص جاية مع ركبتي. خالص. لا خالص. تمام. هبتدي بقى عايز اخد الجزء ده عندي مشكله فيه عالي. انا اهو. واحد. حلو قوي التمرين ده يا ريهام. اثنين. وهتني. ثلاثه. اربعه. خمسه. سته. سبعه. ثمانيه. هاخد الجنب الثاني.
طب تقولي ايه بقى يا ريهام للناس اللي تيجي مثلا تعمل التمرينات اللي انت بتعمليها دلوقتي وتحس ان شكلها قدام المرايه مش زي شكلك، يعني مش مظبوط الظبط اللي كلنا بص ربنا ما خلقناش كلنا شبه بعض. لا ظبطت الحركه يعني، ما انا بقى هتعلم بقى مره واثنين وثلاثه هتظبط، انا جاي يعني ما تيأسيش هتظبط. انا جاي عشان اتعلم طالما ما انا حبيت اللي بعمله، لو هعمل ايه هوصل له. لازم اوصل للهدف اللي انا عايزاه. هبتدي اشتغل امامي وجانبي اللي هو يمين فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية كده. أنا كنت مستهدفة الجزء ده عند ناس كتير جدا، عند الشباب والبنات الحتة دي بتبقى وحشة قوي العوامة وانتي لابسة ولا يا دوت كده باظت منك love handles. هنا وهنا شكلها وحش. ابتدي اخد الجزء الثاني، ما ينفعش اقصر في عده، لو انا اشتغلت هنا بعدد لازم اشتغله في الجنب الثاني. مش اخد مثلا هنا 10 عدات وهنا اشتغل خمسه، لا طبعا هيحصل لي شد عضلي في المكان اللي انا اشتغلت عليه والمكان الثاني ما فيهوش حاجه، لاني ضغطت على مكان وسبت المكان الثاني. كده انا خدت الجزئين، هشتغل بقى الاثنين امامي واخده معاهم بطني. التمرين دوت بيشتغل معاه البطن. حلو ده. خمس ست سبعة ثمانية، لأنه كل تسعة، يعني معظم عشر. الستات اللي بيتفرجوا علينا سواء بقى والدين أو لا والدين بقى هتفرق من إمتى. أنا والدة بقى لي قد إيه؟ طب تعالي يا ريم، وفي طبيعي كفاية كده أنا تعبت. طيب ميرسي جدا جدا والله وتعبناكي معانا. مفيش تعب ولا حاجة، أنا بحب شغلي جدا. علمتينا حركات وتمارين مهمة قوي، وانا شايفه انه فعلا الايروبكس مهم للستات اكتر من الجيم جدا بعد اللي شفته ده. ليه؟ لانه انا اقدر اعمل ده في البيت وحركه واحده ممكن استعيد بيها جسمي كله مثلا عن جهازين ثلاثه في الجيم. حتى انا ممكن مش لازم اللي هو انا عشان انزل جيم فاللي هو انا مش عارفه هعمل ايه، لا انا ممكن اخد شويه الاول اسبوع 10 ايام العب في البيت عشان لما انزل الجيم نفسي. ايوه لما انزل الجيم ابقى داخله مش تعبانه. طبعا مش حاسه ان انا ضربات قلبي عاليه. ايه اللي بيحصل في ايه؟ لا انا مش قادره. العضلات ما تنهارش. دلوقتي انا في كلاس شغال كل الناس شغاله حلو جدا وانا بس اللي مش عارفه. خلاص نفسي شال خلاص، بيتفرجوا عليا وانا شكلي عبيط. لا يا كابتن مش هكمل، انا مش عارفه هعمل الحركه ازاي. لازم يكون عندك ثقه في نفسك. طبعا اللي جه دوت ما جاش عارف، اللي جه ده جه عشان يتعلم. انت نفسك بتقولي انا في الاول كان وزني زايد، كنت واحده ثانيه وما كنتش بعرف اتحرك. لا صعبه. فالحمد لله وصلت لكذا اللي كذا وزن. انا وصلت لكم اخر حاجه خالص كان كل اللي يشوفني يقول لي انت عيانه. كنت 59 كيلو. الله، انا متجوزه وعندي ثلاث اولاد. ما شاء الله. انا عندي اياد 11 سنه ما شاء الله، ليلي 8، ثوار 4. ما شاء الله ربنا يخليهم. الحمد لله، يعني الحمد لله ومواظبه على شغلي. يعني الحمد لله انا قادره اظبط ده. احنا بقى عايزين كل الستات بقى اللي بتتفرج علينا دلوقتي كمان يعملوا زي ريهام كده، ما ياثرش فيهم اي حاجه، واتصالح مع نفسي واحب نفسي. مع نفسي وحبيت نفسي الرياضه لايف ستايل وجزء لا يتجزا من حياتي علشان صحتك مش بس علشان شكلك. انا اقوم من نومي اصلا اول حاجه ابتدي بيها ان انا كده اشرب حاجه سخنه، حاجه سخنه مفيده. مش حاجه سخنه اللي هم بيعملوه. لا اللي هو انا اشرب قرفه، اشرب جنزبيل، اشرب ليمون. بس طبعا لو في مشاكل في القولون هنبعد بعيد عن الكلام ده. الدنيا حلوه ومفيش اي مشاكل، لا اشرب حاجه تديني حماس وابتدي اشتغل واقدر اجيب نتيجه، ده هيديني باور. ريهام بنشكرك جدا، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله توعدينا بقى بفقرات اخرى نتكلم فيها عن الرياضه ونعمل زومبا ان شاء الله ونرقص بقى على اغاني والدنيا تبقى لطيفه وتبقى مبهجه للستات كلهم اللي بيتفرجوا علينا النهارده، لانه طبعا الاهتمام بالرياضه والاهتمام بصحتك من اساسيات برنامجنا اصلا. طبعا دي اهم حاجه. طبعا دي اهم حاجه. شكرا ليكي جدا يا ريهام، شكرا يا مي على اليوم الجميل والحلقه الجميله بوجودكم.